للشروق. مروان محسن يغيب عن الاهلي 5 اسابيع. طبعا امبارح مروان محسن عمل جراحه في الوجه بسبب كسر في عظام الوجه واعلى فك الفم كده يعني. واللاعب اجرى جراحه في زي ما قلنا لحضراتكم ويشارك بقناع واقن ده بعد ما يرجع ان شاء الله للتدريبات. فايلر بيتكلم على ان اللي جاي هو اللي هيكون افضل باذن الله وان هو بيحاول يجهز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وده شيء مفروغ منه وهو قال كده كمان في مؤتمر الصحفي بعد مباراه السموحه. والفريق يبدا اليوم استعداداته البطل غينيا. احنا عارفين النهارده الفريق ابتدى تدريباته بالتحديد من ساعه وثلث كده. الاهلي ابتدى استعداداته لمباراه كانو سبورت يوم السبت باذن الله على استاد الجيش العرب الساعه 8 مش 9 8.